صباح الخيرات. أنا بحلم ولا بعلم؟ مو على ما أظن حضرة صوتك، قصدي يعني مو حضرتك اللي سافتني معي. شبك متلبك بالحكي؟ شو بيعمرك مالك سمعان صوت نسائي؟ بدك الصراحة؟ لا، بحياتي كلها ما رح أسمع مثل هالصوت. لكن إذا سمحت أعطيني ياسي. معناتها اتصلتي مشان ياسي. شو عم تقول؟ لا لا لا، مو عم قول شي. ياسين طلع، يمكن راح على درس الرياضة. لا، اليوم ما في درس رياضة. ابصر وين انهفى. قلي هيثم، شلون ملاقي حالك اليوم بعد حادثة مبارح؟ لك لا، ماشي حالي، بس حاسس حالي هيك مخضوض شوي. معافى هيثم، يلا باي. اخ على الصوت شو حلو. نيالك يا ياسي. Thank you.
شو هالصباحية هاي؟ يا مهوين رايح قبل الشحادة وبنتها واخذ فطورك معها ولك اخ عرخوني اخ طولي بالك ست هالة طولي بالك شبك رح تتلبسيني من الصبح هدول لا لا ياسين وصاني عليهم قال لي جيب فطورك معك وتعال مشان نتناقش الصبح كنتوا قولوا كنتوا عملتلكم فطور محرز هلا لا تدقي يا ست هالة لأنه ياسين بسيط وبيحب كل شيء يكون على بساطة إيه روح بس لا تتأخر لا 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 هوا وبرجع لك فورا أنا. يا ابو مروان الله يتقل الحملة ويبعد المشوار وين يا مهوين اهلين اخي نشأت الحقيقه انا عازم واحد بحار على اكلة فول تفضل افطر معنا بالافراح ان شاء الله ايه وانت لمين عازم بقى انا انا عازم الست هالة ان شاء الله بالهنا بخاطرك مع السلامه قلبي مطمن لكلام ابو مروان الحقوا وشوفوا هو مين بده يفطر السلام عليكم وعليكم السلام منيح اللي ما شافني ما عملت حالي لا بعرفه ولا بيعرفني منيح اللي ما عرفني نشأة وانا فايت لعن فتني كانت وصلت لأم مروان لا سمح الله صباح الخير يا سليلة صباح الخير ما شاء الله مالك بالعادة تشرف بكير بس ياسين بيجي بكير كمان أنا بيجي ما قلتي لي مين في عنده جوا بالمكتب استاذ ياسين لسه ما اجا شو الحكي ماله بالعادة يجي بكير معقول يكون خطفوا هذا الفنان شو عم تحكي هيثم ولا شي يلا عن إذنك لا ماما مدموزيل اهلا وسهلا يا اهلين يا هلا نقدر نكريش على ليله ثلاث اشخاص مو على عيني تكرموا ممكن تعطوني البطاقات الشخصيه ايه الاخوه من الجزائر
وين ابو رياح؟ شايفك مستعجل لوي. اهلين هيثم، عم بعمل شويه رياضه صباحيه لانه الرياضه بتفيد. مو على بينا رجليك مكسرين من درس الرياضه تبع امبارح. ايش بدي ساوي؟ قال كل ممنوع مرغوب. خاطرك شو بيقصد بكل ممنوع مرغوب؟ نساني شو بدي ساوي. صباح الخير اني سفتني. صباح الخير ابو مروان. شو حامل بايدك؟ إيه هذا فول مدمس، اختك ام مروان جايه على بالها تفطر فول. ابو مروان عزمي. ام مروان اللي جا على بالها تفطر فول؟ لكن ام مروان يعني مين؟ ان شاء الله صحه وهنا ابو مروان. يلا باي، مع السلامه. الحمد لله اللي ما اشتقيت. أهلين أنا سفتني. أهلين أستاذ نشأت. إيه هذا الفطور كان معتاد أنا وأختك هالة. صحيح؟ مزبوط ولا فطور؟ بس أنا اللي بعرفه إنه طريق الشاليه تبعك مو من هون. مو من هون مزبوط، بس أنا يعني حبيت أعمل شوية رياضة. رياضة؟ رياضة أستاذ نشأت؟ أنت حامل الفطور؟ شو بدنا نساوي؟ عن إذنك خاطرك فتني خانو. باي باي. باي باي. ايه حبيبي. قل لي ابو رياح شو قررت؟ مالي عرفان شو بدي اقول لك. لازم انقل كل الصناديق على المنتجع مشان يشوفهم ياسين ويطق اللي حقهم دفعه واحده. ولا يهمك، هلا متى ما فاقوا الشباب انا بدبر لك الموضوع. امتى بدهم يفيقوا؟ امتى؟ لك يا حبيب قلبي مساكين تعبانين وهلكانين من كتر ما انتظروا الباخره امبارح بالليل بالبحر. امنت لي ورقه الحساب؟ الحساب؟ تكي يلا. بس يلا. وين ابو رياح؟ لك شيل الورقه هي. لك معلش يا حبيبي، هي خريطه بس شوف انا كاتب الحساب هون واضح ومفصل. وريني شو؟ بقدر باخذ هاي الورقه معي؟ ايه معلش خدها، انا الحساب حافظه. الله يرضى عليك، متى ما فاقوا الشباب بتبعت لي البضاعه معهم، لا تنسى. ولا يهمك، انت اتكل على الله وروح وما بصير الا بريحه. يلا خاطرك. الله معك. لك امتى بدهم يفوقوا الشباب؟ امتى؟ رح تضيقهم. ليش بتسطحوني يا سي؟ نعم يتنفس. بس ما في لا آثار ضرب ولا آثار جروحة. يا سي مكسر تكسير. لك ليش ما غطيتني؟ شو عرفني انك نايم على البرطوشه؟ برطوشه؟ لك روح بدون ما حدا يشوفنا. لك يلا. مرحبا أنا سيفتني. أهلين أبو زكي. شو رأيك تفطري لك فطور خفيف؟ مثل شو يعني؟ يعني مثل شوية جبنة وكم حبة زيتون وشوية لبنة على فنجان شاي. أبو زكي؟ نعم. ما بلاقي عندك مناقيش بزعتر أو فطاير بجبنة؟ إيه بلا بيلتقى هيك شي. معناتها ما بدي أفطر. ايه
مو ضروري، مو ضروري الفطور بهيك حالة. يا حرام شو تلبك؟ هلا فهمت عليك، بس ما قلت لي ياسي وين لقيته لهذا الفنان؟ بدك تضحك، وين لقيته؟ وين لقيته؟ هلا أول ما بيفوت الواحد على المنتجع، شو أول شيء بيلفت نظره؟ شو أول شيء؟ شو أول شيء؟ صورتك اللي محطوطة على باب المنتجع. بعد ما بيفوت على المنتجع مو قبل. إيه الريسبشن والتراس. لك لا، بعد ما بياخد مفتاح الشاليه اللي حززها وبيروح على الشاليه بيغسل وبيرتاح، وين بيروح؟ وين بيروح؟ وين بيروح؟ على الحمام. قربت. ليكون متخبي بالحمام. لك لا، لقيت لك يا فارد هالقد. ايه وعم يرسم الدوش تبع الشاليه. انا قال ليش اسمه فنان؟ يا اهلين وسهلين. اهلين استاذ ياسين. اهلين هيثم. اهلين ابو زكي. اهلين اخي، شلون الشغل اليوم عندك؟ قلت لي الشغل؟ نعم منيح، كثير 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 منيح اخي ابو زكي. نعم شفت لي شيء الان استفدتني اجيت لهون؟ قلت لي الان استفدتني؟ شو بنا ابو زكي؟ شو خافف سمعه؟ لا ابدا. ليش عم تضحك؟ لا بس اجت على بالي نكته كنت ضحكت. احكي لنا اياها بلكي منضحك كلياتنا. لا سيدي مو هي، اكيد في شيء بكسمي مو عاجبه. بتيل بتيل. شباب لا تزعل مني يا سي، اواعيك كلها تراب. وين كنت مسطح؟ هات لشوف. ايه ايه هي من نومت امبارح. وبعدين واذا كانوا مغبرين نفض وشوف اياه. هيثم. نعم. عم اقول لحالي ليش طول ما لي ماشي بالطريق الناس بيطلعوا فيي وعم يضحكوا تاري مشان الغبره. عن اسمك ولا كمل شغلي. الله معك يا زين. نعم. شو بدي اقول لك، انت متاكد من هذا الفنان انه بعده ما عم لحاله هي فتنه؟ لك يا جدبي، لك كان ليش انا امبارح نمت طول الليل على درج شاليه فتنه؟ ايوه مشان تتاكد اذا بدي اقتلها ولا لا. لك يا سيدي شرف شرف. شوف 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 قاعده قريبه من طاولته. أكيد أكيد هلا بده يغدر فيها ويضربها الضربة القاضية من ورا. يعني صباح الخير عاني سفتني. أهلين ياسين، هذا أنت؟ شبكم كل ما بسلم على حدا بيضحك. عاني سفتني. بتسمحي لي شاركك بهالقعدة؟ ولو ولو ياسين تفضل ولو. يا هيثم الله يرضى عليك، روح شوف شغلك واذا حدا سأل عني ناديلي. وهذا اللي قاعد هو. لك بعدين منحكي بعدين، روح تصطفي. ياسينو. نعم. ما قلت لي انه وين كنت يا شطات من الصبح؟ الحقيقة كان عندي شغل ضروري. ليش السؤال؟ شو هالريحة؟ وعم يزبلت كمان؟ وليه؟ عم يهر شعري؟ هي هيك حقها، عجبك اشتري، ما عجبك اضوي. مرحبا جميل. فين ابو رياح؟ شلونك؟ شو شايف مكبر الحملة؟ هدول اشتراهم ياسين، قال لي حطهم عندك اماني. ايه مو على عيني، بدي خدمة محرزة كان في فيها لياسين انا. يلا شباب حطوهم جوا. ابو رياح. نعم. ما قلت لي شو في جوا الكرتونات؟ علمي علمك، بس على ما اظن شوية شامبويات.
يا اخي هل ياسين بيعرف السوق شو لازمه؟ لكن عمي لكن، قال عطي الخباز خبزه لو اكل نصه. يلا خاطره. شو ابو رياح؟ ما بدك حط الكرتون هي جوا؟ لك لا، هي اخذها للبيع. خاطره. ايه ابو مروان، بدك تقلي وبصراحه. اللهم اجعله خير. شو بدي اقول لك بصراحة؟ هاتي لشوف. شلون جرى وفايق بكير وعامل لي زبدية الله مولاها مع انك ما بتحب الفول؟ هات لشوف. لا عرفتيني، قصدي قول هو البحر نساني كل اوجاعي. يا مرا بيفتح القابلية. بيفتح القابلية ولا المناظر اللي عم تشوفها بهذا اللي عم تحطه على عيونك؟ معناتها شو قررتي؟ ما قلي غير اتصل شوف اذا اجى المخرج ولا لا. ليش وين مسافر من غير شر؟ مسافر عم يحضر مهرجان السينما بكان. وين كان المهرجان؟ عم قلك بكان. ليش عم تضحكي؟ لانه انا قصدي انه المخرج تبعي عم يحضر مهرجان السينما ببلد بفرنسا اسمه كان. كان فكري. يسعد لي اوقاتكم. وين فايت لا احم ولا دستور؟ احم دستور شرف وقلي هون. شو هاي؟ راهب تعريف. شو وصلوا؟ ايه وصلوا وحضرتهم للبيع. يا عيني عليك يا خال، هيك بدي اياك تشتغل وتفيد المستثمرين بهالمنتجع. هون الناس بيوقعوا يا سيدي. حاضر. شكرا. خاطركم. مع السلامة. شايفي هذا خالي فتح وزكي. لا واضح ياسين واضح. اي ستي وين وصلنا؟ عود لنكمل حديثنا. ان شاء الله عجبتك ريحته. شو هذا ابو رياح؟ هذا شامبو جايبينه خص نص مشان البحر. وليش هيك ريحته؟ لك انت شو بفهمك بالشامبو؟ اغتيل عليك الصابونه. ابو رياح انت مجربه للشامبو هذا؟ لكن عمي انا وام رياح ورياح جربناه وشكرنا منه، لكن لولا هيك ما جبناه نبيعه للزباين. ابو رياح ايدي على راسك، انت جربته للشامبو؟ يعني حتى ما يصير كذب انا ما جربته بس رياح جربه. ابي 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 يلا تعال إلا الله يرضى عليك، خذ العلب فرفدهم وصفهم مشان نبيعهم. يلا يا بي مدري ليش وقت استعملت الشامبو انا عم نشف راسي شعر راسي. ها شو هالحكي يا انت شو بفهمك بالشامبو؟ روح مشي روح مشي. حرام واحد يحكي السدق. يا يكون الشامبو خالص مدته. شو بفهمه هذا رياح؟ رياح عم يهر شعره من مية البحر. ايوه مظبوط. لكن إيه؟ لكن عمي لكن شوف هذا الشامبو كله مكتوب بالاجنبي، في عليه كلمه عربي شيء؟ لا كله اجنبي. ها خاطرك. الله معك يا سيدي اقنعني. بس ريحته مو حلوه. اي ستي شو رايك تشرفي لعندي على المكتب وتتصلي بالتليفون بهذا المخرج تبعك؟ وهيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. أنا دائما بحب اصطاد عصفورين بحجر واحد. شرف لك. أنا استفدتني. التفتي على مهلك شوي شوي وشوفي لي هذا الرجال اللي قاعد وراكي. أنا رجال؟ هذا اللي لابس طاقية براسه ولابس قميص ملون. شبه وعين الله عليه ماسك الورقة عم يكتب ما في شيء. بتعرفي شيء؟ أنا لا ما بعرفه. الحمد لله. بس تأكدي بركي هو بيعرفك وأنتي ما بتعرفي. شو قصتك ياسين؟ شو عم تحذرني حزير؟ عم لك ما بعرفه يو. الحمد لله طمنتيني. ياسين شو قصدك؟ لا قصدي لا ما في شيء. خلينا نلحق نتصل بالتليفون. شرفي الحمد لله. يمكن هالفنان ما بيعرف هلفتني. انا الك يا ابو رياح، انا الك.
وتكرم عينك استاذ عارف، انت بس عطيني الاسم. يا سيدي اسمه يوسف بيطاسو. يوسف بيطاسو؟ انزليلا شوفي لي على الكمبيوتر بانه شاليه نازل هذا الاستاذ يوسف بيطاسو. شو الاخبار عندكم هيثم؟ مو ناقصنا غير شوفتك. هذا صاحبك يا سيدي نازل بالشاليه رقم. شو بك هيثم؟ شو رقم الشاليه؟ معقوله؟ بس لا مو معقوله. الو الو، لك وينك انت؟ ايه شو قلت لي رقمها؟ قولي على قامتنا احنا كمان يعرف شو عملنا فيه للاستاذ بيطاسو. استاذ عارف دخلك، شو بيشتغل هذا صاحبك؟ بيشتغل لك هذا فنان تشكيلي مشهور كتير. هاي اول مرة بسمع فيه. دخلك شو معنى التشكيلي؟ لا هي بدها شرح طويل، بقول لك يا لما بشوفك. يا ريت، لاني كثير حبيته لهذا صاحبك. ليش عرفته؟ شو عرفته؟ وقعدت معه كمان. وين؟ بالتراس؟ ايه لا لا، عنده بالشاليه. دخلك استاذ عارف، على حد علمك هو متجوز ولا لا؟ ولك يا ضربان ليش عم تدقدس عليه؟ على كل البلاد هذا جوزها لعرض الأزياء المشهورة جيهان. ايه عرفتها، نازلي معه بالشاليه. شو عم تحكي؟ جيهان نازلي معه بالشاليه؟ ولي على العلقة، قصدي يمكن صورتها بالشاليه. ايه ها فرق جبر هيك، لأنه على حد علمي هو مطلق لجيهان من 5 سنين. تأمر شي تاني استاذ عارف؟ لا أنا على كل حال جاي لعندكم بعد بكرة، تبقى بتتوصلي بيوسف هذا اللي قلتلك عليه وبتسلمني على ياسين. ولي الأحلى يجي الأستاذ عارف ويعرف شو عملنا فيه لهذا بيطاسو. هيثم شبك عم تحاكي حالك؟ آه لا 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 ما في شيء، بس عم بتذكر شو قال لي الأستاذ عارف. ها هي ياسين، هلا حتى ما عملت التليفون بترتاحي نفسيا كتير كتير. هلا حكيت مع ايه خالي، هذا الشامبو ما في منه بهالبلد، صاحب المنتجع مستورده على حسابه. طيب بكم العلبه يا ابو رياح؟ 15 ليره. يلا خالي يلا تعالوا نقوا. هلا تقول ابو رياح كان هون بدل الرخاص كده ناخذ منهم 10 علب. 10 علب؟ حنمشي وين بال10 علب؟ ناخذهم هدايا للسودان. هدايا؟ والله فكره معقوله. ابو رياح ايه، لو اشتريت من عندك 10 علب حلو بتعمل لي تخفيض او خصم خاص؟ يا سيدي خذهم هدية، هدول ربحهم بسيط. وهي الفاتورة؟ هب ما لقيت الفاتورة. على كل حال هاي الورقة كتبت عليها الحساب، انا برا لك اياها. الله 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 الله، ابو رياح انت من وين جايب الورقة دي؟ لقيت الورقة بالأرض كتبت عليها الحساب. عثمان جيب الخريطة. خريطة شو خالي؟ رياح مع السلامة. وين؟ شو بطلتوا تشتروا؟ ليك أخذ ورقة الحساب معهم. لك عثمان، عثمان ايه يا عثمان، لك عثمان عثمان هلا مو وقتك، روح هيك هيك. لك هذا الفنان طلع صاحبه العريس ياسينو. أنا ما عم بسمع غير عم تقول عارف عارف. شو شريكك اسمه عارف؟ لك لا، هذا واحد متعهد أفلس، قمت أنا حميت عليه وشغلته عندي بشغلات إدارية. شو حنود أنت؟ يعني بدك تقولي معقب معاملات، ما هيك أخي ياسي؟ هيك شي. على ذكر الفنانين، بتعرفي واحد فنان اسمه هيثم؟ اسمه يوسف بيطاسو. يوسف بيطاسو، يوسف بيطاسو، ايه عرفته، هذا جوزة لعارضة الازياء المشهورة جيهان. مزبوط، كانوا متجوزين بس هلا مطلعين. مزبوط مزبوط هيثم، شي 5 سنين هذا الحكي. يعني
بقصد اذا انت شفتي لهذا بيطاسو بتعرفين؟ لا ما بعرفه ما بعرفه، انا بعرف مرته لانه كثير كانوا يخبطوا بيني وبينها على طول. وليش بعد كانوا يخبطوا؟ لانها بتشبهني كثير، بس انا احلى منها يا سينو، وياما ياما سببت لي مشاكل. ايوه هلا فهمت سر الصوره. سر الصوره؟ أي صوره؟ لا هي قصه طويله. هيثم نعم روح صرخلي لبنت خالي ريحانة مشان هذا الفنان. لك معضين هذا الفنان، روح صرخلي لها وبعدين بنحكي بالفنان. وبطاسه؟ لك روح هلا بطاسك وبطاسه. نساني نحن ليش اجينا لهون؟ نحن اجينا مشان نحكي مع المخرج. يا لطيف، تفضلي على مكتبي واحكي على كيفك. ميرسي حياتي. يا طيبي. حلو، يا سلام يا سلام، معناته هون بالبحر في كنز دلني مكتوب بالخريطة. حلو، يا عيني عليك. ومنين جبت الخريطة؟ لقيتها بالصدفة في مكتب السيد الوالي، لأنه زي ما حكيت لك هو كان بيشتغل بمصلحة الآثار والمتاحف بالخرطوم. معناته من خبر موثوق. موثوق خالص. حلو، ففكرت أنا بما انه انا نازل على سوريا عشان اعمل شهري عسل، باخذها معي وبسلمها لسلطة الاثار والمتاحف السورية، يمكن يستفادوا منها. حلو، واعطيتهم اياها؟ لا لسه. بس ابو رياح ما عارف مين دخل على الشاليه وسرقها. سرقوها منا؟ ابو رياح، انت وين لقيت الخريطة؟ شو قلت لي؟ اوكي داكور سيو باي. ياسين نعم وافق المخرج يجي يصورهم. يا سلام يا سلام، يا عيني سفتني هالخدمة ما بنسى لك ياها طول عمري، لا انا ولا المساهمين. بس بتعرف ياسين نعم يعني ما حبيت لك يا هي انه انت تتحمل كل مصاريف الجروب هون بالمنتجع. والله يهمك، انا بلاقي له مخرج. عفوا قصدي بلاقي له مخرج. شلون بقى؟ لا لك شلون يا ستي، هدوني بحملها لارباح الشامبويات والحفلات. شلوني معك؟ تمام. شو هالحكي؟ لا تكون عم تمزحي. إذا مالك مصدقني هلا بيجي زكي وبيحكي لك كل شيء. يعني معقول يكون الشامبو خاصة مدته؟ علمي علمك. ها هي اجى زكي. مصيبة مصيبة يا جماعة. لك شو القصة؟ شايف الشباب والصبايا؟ ايه حمموا شعرهم بالشامبو تبع ابو رياح، قام هر شعرهم. شامبو تبع ابي؟ لك ايه، واذا مو مصدقين تعوا شوفوا. تعوا يا مصيبتك يا ابو رياح. عثمان عثمان شبك صفنان، اترك هذا الموضوع علي انا. انا خايف يا ابو رياح تحصل لي مشكلة من ورا الموضوع ده. لك يا أخي حدا بيروع على حاله هيك رزقة. طيب أنت ناوي تعمل إيه؟ قلي لي شو؟ أنت بتعرف تسبح؟ بتصرف. حلو، من بكرة الصبح أنا وياك بننزل على هالبحر ومنغوص ومندور ومندور ومنلوب لحتى نلاقي الكنز. يا برياح يا برياح، أنت مفتكر إنه الكنز موجود على سطح البحر على وشه؟ ده موجود في أعماقه، في البعيد، في السحيق. أخي أعماقه سحيق بطيخ مبسمر على وشه على قفاه، بدي دور عليه لحتى لاقيه. يعني ببساطة بيحتاج إلى عدة غوص خاصة، إلى فريق سباحة محترف وعنده خبرة كمان. يا أخي هاي كل الشغلات عندي أنا، عندي أنا، أنت ما دخلها. أبو رياح أبو رياح، أنا ما مرتاح، أنا قلبي ما مرتاح، أنا ما مطمئن للمسألة دي أبدا. حبيب قلبي احمل حالك وروح على الشالي، عود فكر، إذا عجبك النغم أهلا وسهلا، إذا ما عجبك لدبر واحد غيرك بلا مؤاخذة. طيب والخريطة؟ لتقرني بالخريطة، خريطة خريطة. هات من إيديك
رياح رجع لي المصاري. ليش ما هيثم؟ رياح ساي مثل ما عم يقول لك هيثم. شرفي هاي مصاريكي، بس ياسين عنده علم بهالشي اللي عم تسوي. ما ياسين هو اللي بعتنا. زكي قوم حمل البضاعة مع رياح والحاني. يلا يا الله. هيك لكان طلع الشامبو. لكان ليه صادرته أنا؟ خذن حطن عندي بالمكتب وابعت لي خبر ورا خالي أبو رياح. وشو بدك تساوي بهدول المتضررين؟ لك يا سيدي يا حمد وربون، هي اللي راح مننا بضاعة مخلوفة، بعدين أنا راح أعوض لهم إياها. شلون بقى؟ الحقني. يلا. خير 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 خير. كمان أنت مستعمل هذا الشامبو؟ أرجيني. شو؟ لا 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 عم يهروا. الله لا يوفقك يا خالي أبو رياح على هالفصل. معلش يا عمي، هاي بضاعة مخلوفة ولا تهكى الهم، أنا رح أعوض لكم كل شيء. شو يا شايفك عم تضحك؟ شو استعملته لهذا الشامبو؟ استعملته وما صار لك شيء؟ ما صار له شيء. ليك هذا هو ما صار له شيء. ها شوف شو ها. يلا طيب معلش يا عمي، معلش لا تزعل، انا قلت لكم راح اعوض لكم وهي بضاعه مخلوفه، طول بالك. معلش لا تزعل لا تزعل، طولوا بالكم يا شباب، كلنا بيتعوض كلنا بيتعوض. كل اللي براسي كان شعره وعم داريون ومدارات، منين طلع لي هذا الشامبو هر هالرياح؟ انا لك يا ابو رياح لا وشو مرض ياخد حقهم الهديه. اخ لو ما كنت خاله لياسين لحتى هالهير اسنانك. ياه لك شو جابك لحارتنا ابو روان؟ ايدي بنارك يا استاذ نجاح. خير خير. شوفي شعراتي شبهه. يا حرام يا ابو مروان يا حرام. شو عم تقول؟ هيك مكتوب بالاجنبي مزيل للشعر. مكتوب بالاجنبي مزيل للشعر يعني مو شامبو؟ لا مو شامبو، هذا مزيل للشعر. تأكد لي الله يرضى عليك. حلو كتير كتير حلو. عفوا يا اخ، الله يعطيك العافية، عذبناك، بامكانك تروح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله لا يوفقك يا خالي ابو رياح على هالمشروع اللي ورطني فيه انا والمساهمين. شامبو واجنبي خالي. انا شو دخلني يا ياسين يا ابن اختي؟ انا ما دخلني، التاجر هو اللي قال لي. لا 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 لا، قول عطاك ياهن بنص حقهم وانت طمعت وصرت بدك تبيعهم، ما هيك؟ شوف خالي ما بدي مشاكل، الشامبو هذا مزيل للشعر انا بتحمل خسارته، بس انت بتاخده وبترجعه لاصحابه، فهمت؟ خاطركم. ولا شو بدنا نسوي فيه ياسي؟ مالي عرفان شو بدي ساوي فيها الخالي ابو رياح. انا من رأيي نسلمه لهذا ابو مروان. لا دخيلك، ابو مروان ايده قاسية بالضرب ما بينفع، وهذا رجال كبير بجوز يروح فيها. قولتك قولتك صحيح. لا ومن عدا هيك، التقارير اللي بده يساويها ابو مروان بدها تعمل إشاعة وتطلع برات المنتجع وينتزع اسم المنتجع. يييي شو رح يساوي؟ هذا أحسن حل. لشوف بقى ياسين شلون بده ينقذه لأبو رياح. بس وينك؟ قانونياً لازم ينضبط بالجرم المشهود. وأنا رح أروح راقبه لأبو رياح وعداعسي. اوعك اوعك يا ابو مروان، اوعك ها تجيب سيره لهذا ابو رياح. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه راح ينزعنا الخطه كلها. شبنا استاذ نشأت شو نسيت؟ لا لا ما نسيت، بعرف انك كنت في سلك الشرطه من زمان. مفهوم مفهوم.
رح اقول لك بخاطرك مؤقتا. الله معك، شرفت، اهلا وسهلا. نشأت نشوتي تعا. جاي جاي يا ستي جاي. لو انك شفت الناس يلي رايح شعره كيف ماشيين بالمنتجع. كيف؟ لك هاللي حاطط ايديه على راسه واللي حاطط راسه بالارض، بس انا والحمد لله اعطاني ابو رياح وحدي بس ما استعملتها. يا لطيف، انا اعطيت علبه لفتنه. شبه شبه هذا يمكن مش شامبو تبع ابو رياح مو هيك؟ ايه الله لا يوفقه ابو رياح. انا نفدت انا. ليش التجمع هون؟ لك مش شامبو تبع خالك ابو رياح. لك ما قلت لي انت شو جابك لهون؟ قلت لحالي التليفون اسرع بخبرها لفتني بالتليفون. هدول نفس الصناديق يلي شفتن الصبحيات عالشط. ايه ان الاوان للانتقام يا ابو رياح. ما حدا عم يرد. يا زين يا زين خليك فاتح الخط. في شغلة طارعة يا عاني سفتني. شو عم تحكي ياسين؟ شغلة طارقة؟ ألو؟ أعطيني خفر السواحل إذا سمحت. شباب شو القصة؟ شو القصة ما؟ وربطها قدامكم؟ الله الله وكيلك لها أصحابها هي. وإذا بدكم من إلكم مين؟ لها أصحابها؟ شرفوا معي. نحن شو دخلنا؟ أنا ما دخلني ولا ما دخلني ما دخلني. عليك يا هيثم. نعم. هودا الشيك اللي وقعوا ياسين وروح ادفعوا بالبنك قبل ما يسكر الصندوق. تكرم عين ياسين وعين ابو رياح كمان على عيني. ما بعرف شو بدي اقول لك يا استاذ نشأت.
يعني لولاك ابصر شو كان صار فيي انا الثاني. احمد ربك اللي انقضت هيك، بس الله لا يوفق لي كان السبب. اهم شو قلت يا ابو مروان؟ عم اقول الله يصلحه لابو رياح، لما وينه ما بظن انه الحق عليه. لك كان الحق على مين بعدين؟ على هذا يلي مسكوه معه. اللي مسكوه معه قصدك عيد. صحيح ياسين، منو هذا عيد؟ هذا بحار متقاعد، فقير ومسكين على عد حاله ودرويش. نحمد الله على كل شيء. لا وانا الثاني، انا اللي ورطت حالي وورطت هالمساكين هدول اللي مساهمين بخساره مالهم فيها. لحتى يا سيد ياسين تتردى وما تشتغل شغلي على العمياني، لانه مثل ما قال مسؤول الجمرك، القانون لا يحمل مغفلين. خليك بحالك مسكوت.